You should know أنه نواب بيروت تحركوا بما يتعلق بموضوع تسكير مجرور الرملة البيضاء بالبيتون، وتقدموا بإخبار ضد مجهول أمام النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود. ونهار الاثنين الساعة 10 رح يكون في اجتماع بمجلس النواب للجنة الأشغال النيابية، ودعيوا كافة الجهات المعنية بهذا الملف أنها تكون حاضرة لحتى يسمعوا من كل جهة شو عندها تقول حول اللي صار بالرملة البيضاء من كم يوم. ثاني خبر هو عن لقاء الوزير جبران باسيل مع نواب اللقاء التشاوري. باسيل قال من بعد اللقاء أنه رئيس الجمهورية منه طرف بالإشكالية الحالية، وقال أنه لازم طرفي الإشكالية أنه يقعدوا سوا، أي الرئيس المكلف سعد الحريري وتيار المستقبل من جهة، ونواب اللقاء التشاوري من جهة تانية. وبدورهم قالوا النواب أنه هن بلغوا الوزير باسيل أنه مصرين على توزير حدا من بينهم. ثالث خبر هو أنه بكرة هو اليوم العالمي للأطفال، فخلينا هيك اليوم ناخده فرصة لحتى نفكر نحن شو عم نترك للجيل اللي جاي، شو عم نقدم لهم، وشو القضايا اللي بدنا نكون عم نشتغل عليها لحتى نحميهم.